إن شاء الله راح نتكلم عن أعراض السكتة أو الجلطة الدماغية، مقسم إلى 3 أقسام. إذا كنت تعتقد أنك أو أي شخص آخر انتبه لعلامات أو أعراض الجلطة الدماغية من حولك، قد يكون مصابا بالسكتة الدماغية أو قد يعاني حاليا بالسكتة المخية. لاحظ أيضا وقت بداية ظهور الأعراض والعلامات، لأن الفترة الزمنية التي انقضت منذ فترة ظهور الأعراض قد تلعب دورا في اتخاذ قرارات علاج الجلطة الدماغية المناسبة. قد تتعثر أو تواجه دور مفاجئ، وقد تفقد التوازن أو تفقد الوعي. أيضا ممكن تعاني من صعوبة في المشي والمقدرة على التنسيق بين الأطراف. أيضا قد تشعر بالارتباك قليلا، وقد تكون غير قادر على التنفس والمشي والرؤية، وأيضا مشاكل في التحدث والاستيعاب. إذا كنت لا تستطيع ذلك، قد تكون تمر في مرحلة السكتة المخية. هذا أول درس، إن شاء الله راح نكمل الدرس الثاني في المقطع الثاني إن شاء الله. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.